الفرق ما بين اي تحكيم و اي تمليل. اي تمليل اللي جات في الطريق ما بين دمنات و ورزازات، وهنا ولات بيست ولكن كيقادو فيها، ما عرفتش هذاك وقال كوندرون لها، ولكن كتسمع المواطن هنا كيقادو في كوندرون هنا. حتى تابع الميزات ديال هذوك الناس في الساكنين راهم الفوق، رايح المدرسة كيما الفوق، هي الفوقانية هذيك اللي اورونج راه كيما الفوق حدا واحد الشجرات، هذيك غالبا بداك اللون غتكون مدرسة. هكا اللي ساكنين الناس كاين، كاين اللي كيزرع تما دابا. الناس في الراس ديال الجبل عارفين هادي الطريق دابا طالعة، قلت لها هاديك خضورية لي لهي هاد الدور هادي هو، وفين كاين واحد الريزو راه كيبان في داك التيزي، شتي التيزي راهي دايرة بحكا بحكا، كنظن هاديك التيزي هاديك راهي فين كاين واحد الريزو تمايا، تما فين طالع انا نبقى نشعبط دابا من هنا نطلع حتى لهاديك الريزو. هذاك الفيلاج اي تحكيم كاينين تما عندهم شي مشكل على حساب الماء، كاينين الجندارم والقوات المساعده، قالوا لي الناس كانوا نايض صداع تمايا بحال قلتي شي وحدين كانوا عندهم جاوا الفوق عندهم الماء منين كيجي، وهذا العام كاين الجفاف الصراحه في المغرب كامل والماء ولا قليل، وبحال قلتي تحبس ما بقاش كيوصل الناس لتحت، وناض صداع يعني بين وقيلا يمكن بين هذوك اللي الفوق واللي لتحت، وناضت يمكن الروينه داك الشيء على الجو الجندارم والقوات المساعده باش انا باش ما ينوضش الصداع اكثر. وداك الشيء غادي دابا في هذا الاتجاه هذا راه الطريق واو تنزل والله تعاود طلع مالك السبل، راه هو يمكن كودرون دابا، راه كاين كودرون هنا كاين غير واحد البارتي لتحت هي اللي ما مقعداش كيقادو فيها. السلام عليكم. السلام بخير. انا باش باش الله يعاون. الما كيرش رش، كاين بزاف ديال الطلعه هنايا، الساعه دابا شي 7:30 الله، وقفت كليت واحد ريبي وشي بيموات نتقهوتو بهم شويه ونكملت الطلعه، مازال تقريبا شي 4 كيلومتر ولا 5 ديال الطلعه، والله ما حسبت شحال من كيلومتر ديال الطلعه، وانما كاينه تكون دابا ضربت شي 10 كيلومتر طلعه، وغنطلع دابا 4 كيلومتر ونشوف من بعد الناس في شي بلاصه نزيد شويه والناس. كتشوف راني من جهه طلوع قاصح، الا كان شي واحد داير هاد الطريق هادي من اي تحكيم ولا اي تمليل راه يكون عارف هاد الطريق هادي، لا خاصة كان دايرها بيكا راه غتخرجها منها هاد الطريق، عرفتي انا غتطلع كنظن غتطلع دز من حدا الريزو، هاهي طالعة من هنا تحت من الريزو شوي، سوا الدور عليه شتي قويلا قلت لكم راه الطريق غتطلع حتى لعند الريزو، ولكن ما غتبداش النزلة من هنايا. هاد الطريق هادي ما كايناش في جوجل مابس والو، ما كايناش في جوجل مابس والو، مابس مي هذيك لابليكاسيون مابس مي ما عرفتش كنت وريتها لكم هذيك مرة باش عارفة راه مزيانة يعني احسن من جوجل مابس، يعني الا عولت على جوجل مابس ما يديك فين. هاهي هي هادي هي هادي انا نوريكم ليه سي ها ما عطينا خيط خط ابيض دابا هنايا، اجي ندخلو اجي ندخلو هنا شو هنا ما كاين والو، انت سامي فين ما خط ابيض لا صبر لا والو، شتي كتجي حتى لاي تحكيم هنا وكتحبس صافي. عليكم السلام، لاباس بخير؟ لاباس الحمد لله الله يبارك. ايش انا نتاع شويه ونكمل الطريق. ايه صافا تاي ولا عمي راه مش عندي الله يحفظك الله يلا الله كليس يا نيس. ايه الله كليس والله الله يحفظك، شكرا بارك الله فيك.
ومنين داد لي؟ انا اليوم جاي من إزكزاون. تعرف إزكزاون؟ كنعرف إزكزاون. اليوم جاي من تما، كاينه الطلعه هنا بزاف. ساكن هاد لي في إزكزاون؟ لا انا ساكن في اسفي. اي زعما اسفي نسبه بالشكليز. كتبيعها؟ لا انا مسافر. مزيان راه. اي مساكن في إزكزاون هاد ولا غير؟ ها؟ مساكن عندكم البلاد في إزكزاون؟ لا لا جبت البارح تمايا. البارح نعست تما، يعني اليوم جيت من تما والبارح جيت من تيغدوي. انا سخون عليك؟ لا هنا مبرد هالقضيه، مراكش سخون بزاف. ولكن تحت راه سخون؟ لتحت شويه ولكن هنا مبرد. هنا صراحه فاش كتجي تطلع هنايا كتلقى مبرد. وتيغدوين؟ تيغدوين زوينه، تيغدوين مبرده ماشي شي حراره يعني بزاف. فيها الماء؟ الماء موجود تما صراحه. لا غير شويه، ماشي بحال في الوقيته الاعوام اللي فاتوا. شويه حتى الواد كيبان لك فيه شويه ديال الماء. هنا وقال في هذا اي تحكيم اللي ما الماء قليل ياك. فين اي تحكيم؟ اي تحكيم ياك. الواد كتشوف الواد ناس ما كاينش الماء قليل ياك. الماء قليل هذا العام، هذا كاين جفاف في المغرب كامل. وعندكم في اسفي؟ المغرب كامل كيبان لي فلاحه ما كايناش هاد العام بعدا. حتى الماء الناس ديال الشريب البرازات وداك الشيء خاوين، ما كاينش ما بزاف. الله يرحمنا. ما هذه ما راه انا مخاصميني غادي تلقاني شي جندار. راه نجي من تما انا. في الواد ياك؟ اييه في هذاك فين كان الماء ياك يخرج. أيه. تما لقيت هذوك القوات المساعده باقي. هذا سمع هذيك الثلاث الرابعه ولا الخمسه باقيين تما البارحي. لا اليوم. هما هذاك الدوار مخاصمين مع شي دوار على الماء. وقال شي دوار الفوق حبس. وقال اي هذاك الدوار اللي جيت من ياكر فين كاين القوات المساعده. تما داكشي علاش خلاوه الماء ينزل. بالي هناك خلاوه ينازل. قبل كانوا حبسوه يعني، اصلا كاين شويه الماء ماشي بزاف. كاين شويه ديال الماء تما. مولف تما كيكون الماء بزاف، هذاك الشيء علاش. الجفاف في نطار كاين الجفاف. الجفاف هذا العام. نتمنى ان شاء الله هذا العام اللي جاي تكون الشتاء ان شاء الله. الله يجيب الشتاء. امين. وفين غادي تبات دابا؟ غادي نكمل الطريق دابا الايتام ليل، ولكن نبات في الطريق ان شاء الله. عندي الخيمه، كاين كل شيء مزيان. الله يستر. كاين البوطه باش نطيبو، كاين كل شيء. كل شيء كاين هنا، الدار متنقلة. الله يبارك فيك. طلعت بزاف، ما عرفتش الصراحة شحال دار العلو كاين هنايا. الجو كتحس بيه برد دابا. اسمع كتنهز. وقالة ديال النحل كيجيبوهم وقالة سارحهم هنايا، كيقولوا سارحهم ياك كيرعاو هنا. سيرهم غروب الشمس مبقاتش طلعة دابا. النزلة دابا شوفي ديال البلا هنايا ومن بعد تجي النزلة. واحد الغروب واعر. كاينه واحد قال لي السيد راه كاينه واحد البلايصة هنايا فوق الجبل اللي غتزيد واحد شوية. أنا نورمال ما كنت بغيت نهز ليه. كاينه واحد البلايصة بلا قال لي زيد القدام شوية، كاينه بلاصة أخرى قال لي راه كاين الديب هنايا، يعني يزيد قدام شويه حتى الدوار. مشيت لهذيك البلاصه ما كاينش شي بلاصه بانت لي مزيانه تما ندير فيها الخيمه، فرجعت هنايا. شتي هنا كاين هاد البلاصه هادي، الطريق رايه هنا، الامان هنايا، عندك من اش تخاف. كما قال السيد غير الديب، وتا الناس قالوا لي كاينين الكلاب، كاين هذوك الكلاب كاين تيعيشوا غير في البر.
قال لي واحد الدري قال لي راه جمعوا عليهم كلاو لهم 8 ديال المدينه ديال المعزات يعني هادو غير الكلاب. غنقاد البلايصه دابا فين غندير الحومه يا عامر حجر ولكن طيب تاتي هاد البراد كدير فيه سكرة وحدة هاديك الكبيرة كيجي حلو كيجي حلو بزاف صراحة خص دير فيه نص شوف هنايا عندي الخبز هاديك السيد البارح فطرت بيه مع الصباح ومازال فيه تبارك الله مازال ناكل اليوم ولا بقات شي حاجه نفطر بها غدا هاهو مازال الصراحه شاد في راسو عندي هنايا فرماج وهادي هذه البينات باتر هذيك ديال الكاوكاو الزبدة ديال الكاوكاو والفروماج وكاشير المهم نديرو تخليط عالمي الساعة 10 صباحا دابا فقت كويلة شوية ماشي 8:30 هكاك قديت قهوة وغادي نجمع دابا هاد البانو سولار حطيتو دابا تقريبا شي تولو ساعة كانت فيه 3% دابا ولات فيه 13% يعني راه مزيان الصراحة ناضي غير البارح مع فاش جربتو بيكالا فاش كديرو في بيكالا خاص في الجبال ماشي النهار كامل كتكون ضاربة فيه الشمس كما كتشوفو دابا راه حطيتو مقعد هكا والشمس ضاربة فيه هذا سميتو بيك بلو هاد الماركة سميتها بيك بلو كاينة ماركة أخرى سميتها أنكر هي زوينة هي اللي كانت عندي من قبل وهذا 28 واط USB كاين اللي كتخرج 5 فولت 2 امبير وثلاثة كيخرجوا 2 امبير 2.4 يعني مزيانين دغيا كيشارجيو خاص غير تكون الشمس مزيانة بحال هكا تحطو مقابلة مع تحطها زعما مقابلة مع من هاد الشمس نيشان الوتاد اللي دايرين في هاد الخيمة هادي فشكال كيبان مصحاحش بيكالا ما نسيت الساروت ديال القفل كندير ليها غير هادا كندير ليها هاد اللاستيك هادا كندورو مزيان انا اصلا ما كاينش اللي قرب بيكالا هو كدير الاحتياطات وصافي كتجي تحت الطريق ترى كلشي اللي كيدوز من هنايا بموطور ولا البارح نيت فاش بديت كنبني في الخيمه جا عندي واحد جوج دراري ما كاينش اللي ما كيدوزش وكيقول لك واش خاصك شي حاجه ولا صراحه تنقلم لا راه كلشي هو هذاك انا اصلا عندي كلشي هنايا واش خاصك الخبز خاصك الماء خاصك اي حاجه يجيبوها لي من بعد الطلعه ديال البارح دابا النزله راه عايف الناس باش تاق هاي داير عاوتاني لتحت مع الزبد مازال شي طلعات ضروري
الزبال راه كتبقى نازل طالع. البغال عندهم هنا كيخافوا من البيكالا، خصك ديما توصل إذا كان شي واحد مع البغال خصك تمشي بشوية باش ما يخافوش، لا يولي منقز لتحت ولا شي حاجة. هذا دابا هو واد تاساوت كيدوز من هنايا دابا، وغادي الصراحة دابا هو غادي من هنايا البراج إتعادل، غادي البراج يتعادل وانا غادي نبقى غادي معاه دابا، غادي ماشي نبقى غادي معاه، وعندما هو غيدور من هنايا هو جاي من هذه الجهه يعني، هو غيبقى غادي وغيدور من هنا، انا غادي نطلع من هنا غادي تخرجني في اي تمليل على السعد، انا دابا غادي نكمل اي تمليل وغادي نقلب على اليمين حتى غادي نمشي وغادي نعاود نكمل معاه الطريق هذا. دابا غنوصل لواحد البلاصه غنشد معاه الطريق هذا، نوصل لواحد الفيلاج سميتو ما عرفتش سميتو اللي جن الطريق، المهم كيدخلك المقداس، كاين بزاف ديال الفيلاجات تمايا، ديال الدواور تمايا، وغادي نشوف وغادي نبقى غادي معاه تمايا في هذيك الجهه. انا دابا في هاد البلاصه هذه كاين واحد فيلا، كاين واحد الدوار هنا ولا فيلاج سميتو خميس إيسولان، هذه هنا خميس إيسولان. دابا قويله وانا نازل ثلث ساعه، انا كنت نزلت 10 كيلومتر ولا شي حاجه، جيت من ورا هذا الجبل هذا، ودابا غادي نطلع دابا تقريبا شي 7 كيلومتر ولا شي حاجه، من بعد غادي ننزل التمليل. تكون جماعه هادي جماعه خميس إيسولان. السلام عليكم، ما سولت مول الحانوت قال لي راه كاينه قهوه هنايا فين ممكن نتغدى. شي بلاصه نتغداو فيها ما كرهناش شي طاجين الصراحه. السلام عليكم اسيدي، بخير لاباس؟ الله يبارك. شي قهوه هنا كدير شي قهوه كدير الماكله؟ قهوه كدير الماكله؟ قهوه ايه شكرا. كحسبني كنسول على الطريق قال لي اغرس دكيكه، ما لقيتش لقيت القهوانه ولكن ما عندهمش طاجين ولا شي حاجه، عندهم البيض مطيشه واتاي. شاي العروسة ضربوا أومليت دابا، عندنا واحد الخبزة هنايا مازال سخونة الخبزة هدا، عندنا هنايا البيض مطيشة بزار تبغي تاكلو. راه منين جيت هذا هو الفيلاج اللي تغديت فيه، ثلاث ساعات فين كيبان الماء كيبري في الواد، الطريق من تما بيست، جات هنايا جيت طالع مازال طالع هنايا، ما كاين لا فوريستي لا والو هنايا الصراحة، يقدروا يكونوا داخل، أما ما لقيتش، بحال في الأطلس المتوسط كاينين بزاف كتلقى الفوريستي تما. سبحان الله زين هاد الجبال هنا، نعمة على المغرب على هاد الأرض هادي مع الصحراء، هما اللي مكانين دابا الصحراء باش مساف، أما كون في آسفي وكازا أما كون رملة كاينين كتبان الرملية تما.
نزله دابا حتى اي تمليد من بعد واحد الطلعه، ولكن الصراحه هذه في التراجي هذا من احسن الطرقانيات من هذاك الفيلاج اللي تغديت فيه وانت جاي وسط الاشجار الصنوبر. وما كاين حتى فيلاج من تمايا، ربما تقريبا شي 12 كيلومتر دابا يعني غير وسط الجبال، يقدر يكون شي ريزيرف هذا يعني ممنوع الناس يبنيو هنا ولا شي حاجة، لأنه غير زارعين الشجر. هذاك هو اي تمليل، راه هو في كيبان، ها هو القدرون. هنا الطريق على اليمين على اليسار كديك دبنات، وعلى اليمين كديك الورزازات، هذه كتسمى على الطريق دبنات، يعني دبنات ورزازات. كاين الطريق مراكش ورزازات، وكاين هذه دبنات ورزازات. هذه هي دبنات ورزازات، هي فيها الجبال بزاف. هذه هي جماعة أي التمليل. كاين هنايا دار الطالب، وحدها دار الطالبة. خرجت دابا من أي تمليل، رحت في واحد القهوة تمايا، تلاقيت واحد الدري زهير، عرض عليا كيتفرج في واحد الدري زانزي، قال لي ريح بات، عرض عليا بات تمايا عندو. سأنا معوال باغي نتحرك، قلت لي راه معوال. هو واحد الدري هشام خدام في قهوة تمايا، قلت له راه باغي نتحرك دابا. هادي الطريق اللي هنا ديال انا غنوصل واحد البصائص على، وغادي نقلب على اليسار، والطريق اللي ورايا نيشان كدير دمنات. كبليا جابوا الطريق حتى لهنايا وحبسوا. استنى ولا يمكن الا جاوا حتى لهنا شحال هادي وحبسوا، ما كملوش الطريق. البلاصه هادي هنا قاصحه، هنا خصهم يحفروا الجبل. مشيتو هاد الجبل راه طيحوه دابا، انا نضربو انا رقاد تقريبا، خصهم مازال يكملوها. واحد واحد الضايل تحت الواد، ما عرفتش وقيلا محال، وقيلا هو هذا تساوس. المهم تساوس غنتلاقاه في هاديك اي تعلى من تمايا، كيما عرفتوش واش هو هذا الصراحة ولا لا. كاين واحد الواد تحت سيرا هو الطريق، راه صعيبة باش يقادوها، راه مع الجبال وداك الشيء، ولكن إلا بغاو يقادوها راه يقادوها. الطريق اللي صعيبة طيح شي حاجة من هنا لشي واحد، راه هو الواد من جهة سيه. غنشوفو واش هو هداك تاسوتو، نشوفوه في الماب، ما في الماب كيعطيك السمية ديال الويدان، هاديك ماب سمي ناضي الصراحة. عطيك سميت الواد تساوت، هو هذا، هذا هو تساوت، جاي معاه الطريق هذي. انا جاي معاه منين غادي معاه حتى يتعلى عاوتاني، وغادي ندور معاه. الطريق زوين الصراحة بحال هكا، ما كدوش معاه الحديد بزاف، وانما بالنسبة للناس اللي كيديروا هاد الطريق يعني مبونين الطاكسيات هذاك الشيء صعيب عليهم الصراحة. ولكن راه فيها الخدمة، خاصك تهرس الجبال هنا. اش كدير تيشكا دابا هادي؟ راه نفس الجبال دابا، نفس السيرة دابا، راه هاد الجبال من وراهم كاينة تيشكا، امشي من ورا هادي، يعني هاد الطريق غادي نفس الاتجاه الورزازات. ايه هادي من بلاد الورزازات، والاخرى من مراكش الورزازات. طيحة من هنايا
بغا يجمعوك الصراحة. ايوا ما تي فين كيدوز الواد شتي كاين شي شلال تما شتي هاد الما دابا راه مجموعة تما وهداك الواد ما عرفت منين داز داز وقلا من تحت الأرض ولا شي لعبة راه التراكس فينا الفوق شنو راهم خدامين كيريبو في الجبل الطريق فيها الخدمة الطريق هذه باش قادوها خصهم اولا يوسعوا الطريق فهمتي دابا الجبل خصهم يحفروه يريبوه هادي ديك الساعة تبدا الخدمة تبارك الله فيه ما تبارك الله ولكن بزاف الويدان اللي نشفو راه واحد التيران الدراري في لاعبين كورة تحت حدا كريم زوين الصراحة حتى اللي بالطوموبيلة ولا الموتور عنده الوقت يجي دقة دقة ما دابا مازال ما غيكملوش هاد الطريق هادي واحد خمسة سنين ولا عشر سنين اخر عاد تكمل فيها الخدمة بزاف هاديك راه ضربو الخدمة الصعيبة راه حيدو قلب على شي بلايص دابا فين ندير الخيمة هاي واحد البلايص هنا واعرة خاصني كيفاش ننزل لتحت دابا ضروري ما تكون شي بلاصه تما فين ندير الخيم هو راه دوار هذا دابا غنسولو المقدم نسولو المقدم هو غادي يقول لنا واش ممكن ولا ماشي ممكن في المغرب ضروري تسول المقدم انك تي غتنعس في شي دوار ولا شي حاجه باش يعرفك فهمتي لانه هو اللي يتحمل المسؤوليه الا وقعت شي حاجه حتى في افريقيا اخص في غرب افريقيا كنت نصور ديك الساعه الا بغيتي تنعس في فيلاج كتمشي تسول على الشاف دو فيلاج هو اللي كتبات عنده فهمتي يعني هو اللي بحال كيكون هو اللي مسؤول على داك الفيلاج كامل وهنا في المغرب خاصك تسول المقدم بحال شكل هما عندهم الشاف دو فيلاج احنا عندنا المقدم تفين النزله اللي كتنزل تحت اه بلاي سواره لي ما شنو خصها ما كاينه النزله هنا تطلع بلايصه تما هذه هي الطريق اللي نازل للوقت نزلوا من طلع لي ما صاحبو استعيات كاين انت واش هنا المهم نازل كنا غادي ننزلو ناري 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 الله بيك راه ما تقيلاش بزاف كاش واحد البلايصه واعره الصراحه الزارعين وقع على شي حاجه هنايا
غيجي زعما ما غيجي لا والو. راه كاع ما كنفكر على الواد غيجي ولا غينسي. طلعت الفوق نقلب على المقدم ما لقيتوش. لقيت واحد السيد قال لي راه كاين المقدم الفوق اللي انا بعيد. او يعني ما يمكنش غادي نطلع عنده لانه بعيد. سولت السيد قلت ليه واش هاني الناس تما. او قال لي علي انا هاني وانت ما بغيتش تدخل راسو يعني في هذا الشيء لانه معقوله انا لو وقعت شي حاجه ولا ما بغيتش. قال لي انا عندي هاني فهمتي يعني لا ماشي سوقي يعني الناس تما تدبر راس معقول غيخاف لان لو وقعت لي شي حاجه راه كيقول دابا المقدم غيقول لي انت ولا يعني. صافي جيت قلت لي راه تلاجا المقدم قلت لي راه بيني معاه قلت لي راه عندي ورقيه عندي كلشي. مابقيتش هاد البلايصه واعره هنا الصراحه يعني اش قلت لي واش عندك النمره قال لي ما عنديش النمره عندوش نمره المقدم. قلت صافي يعني ساكن هاد البلايصه هنايا فيها مقاده فيها الكازا كنا واحد الشجر هنايا ديال اللوز وقع على هادي الخوخ ديال الخوخ ديال الناس هادي مشي راه زارعين الناس يعني راه الواد راه مده ما طلع. هذاك الدري اللي في ايت امليل زهير عطاني هاد اللعيبات هادو مقويتات هادو. شكرا لك بزاف اخويا زهير الله يحفظك. وعندي العشاء غادي ندير لعيبات خفاف عندي خبز هاهو خبز ناضي عندي جوج خبزات واحد العشاء واحد الفطور عندي عندي طون ايزابيل نديرو مع الفرماج وانا مع الشين ناضي. قديت واحد الدقيقة ديال اتاي درت واحد الدوش جنب الواد باش ندخل الواد لان ما عرفتش واش يكونوا كيشربوا منه ولا شي حاجه وغالبا ما كيشربوش منه. السماء عامره نجوم وانما بهاد الكاميرا ما تبانش لكم حاليا نجوم واضحين. غادي ندير واحد التصويره وتشوفوا كيفاش غطلعوا وكيفاش غادي يبان النجوم هنا في الكاميرا. المهم انا داير 30 ثانية فوكس في 3-5 هذا هو الحد اللي عندي ديال الفتحة. وهنايا 6400 غنزيدو شوية غنديرو هادي تمالات وغادي نشدو هادي باش نجيبو وغادي نتسناو دابا 30 ثانية باش تطلع لنا التصويرة وغادي تشوفو النتيجة. بالعين المجردة كيبانو النجوم مزيان كاينين بزاف ولكن بالكاميرا كيبان كتر مع الفتحة كتبقى مفتوحة 30 ثانية كتدخل الضوء ف يعني كيبانو النجوم بزاف. ثلاثة يا سلام تواعر اصاحبي التصويرة هادي شتي الميلكي واي هدايا احسن زيت القداش هي شتي الميلكي طلعت التصويرة واعرة شوف واش كتبان ليكم ولا لا شوف كيبان بحالا في النار